السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كانت عندي كوموند نتاع لا سالاد فاغي، سالاد دو ري، لا ماسيدوان دو ري، ولا سلطة الأرز. خدمناها لزبونة، زبونة نتاعنا، الزبونة الوفية، يعطيها الصحة دكتور يوسفي. موندت لها 6 أسيات من هذو. ألف مبروك على وليدها بمناسبة نجاحه في شهادة البكالوريا، العقيبة للشهادة العليا إن شاء الله يا ربي. درنا لها لاصالات بيان غارني كما راكم تشوفوا، كومبوزي بلي ليغوم، هاليك اللوبيا صوتي مع الجزر مع البيطراف شامندر. 11 سبتمبر 2021. لي كوموند مانيش نشدهم وما نزيدش نشدهم باسكو فيهم تكسر، سيرتو كي راهي الحاله شويه غاليه وما كاش الخضره وما كاش لي تريك وما كاش لو شوا، صافي تظلي تجري من 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 وبعد فيها شويه تكسر الراس. المهم ربي يجيب ساعة الخير. وخدمنا عرس لو 11 سبتمبر ثاني عائلة سعدون ولا سعيدون. المهم ثاني المتابعة الوفية مبارك حياة، ألف مبروك ثاني، ربي يهني يتزوجوا إن شاء الله يا ربي. درنا لهم شطحة وشربة، لحم حلو، سلطة وبوراك. أنا دوك راني في طريقي باش نوصل الطلبية نتاع السيدة يوسفي، وخليت البنات يكملوا الخدمة تاعهم في العرس. هذه هي أنا كملت خدمتي، مازالوا لي سيرفوز ومازالوا ثم مازالت اختي، خليت اختي قايمة على العرس إن شاء الله يا ربي، ربي يزين السعد. استغفر الله العظيم، الأسعار راهي نار. سلطة اش عشيناها الشهر؟ 25000 كيلو. السلطة راهي 25000 كيلو. أنا بصح شريت السلطة هذيك لاغوجات تشبه لها، نسيت واسمها، عندها اسم واحد آخر. المهم تشبه في لاغوجات، كنت حابة نجيب لاغوجات اللي جاي نطراف تاوحة حمرا. الله ما نعاود الفيديو يقعد هكا، أنا عيانة، أنا عيانة وتغلقت باسكو لافافيغ داخل الصالة سخانة سخانة سخانة، تخرج برا الهوا الهوا الهوا، وتزيدي كليماتيزور لوطخ كوتي، خلاص انا تغلقت. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الطوماطيش اليوم 12000، يعني شوية شوية 12500، هذيك اللي حمراء وطايبة 12500. لا طوماط سوغيس 30000، بواطة صغيرة 30000 دار طلة. وشنو ثاني؟ اللوبيا 25000 الكيلو، الخيار الله اعلم 10000، الله اعلم الخيار 10000. شنو ثاني يا ربي؟ الرز 17000 الرز، ولا نعيطوا له السير الرز. بيان سيغ الزيتون هذاك الاحمر 45000 الكيلو، لي كورنيشون قيلا 30000، الله اعلم نسيت لي كورنيشون شريتهم. لونشون تاع البولي 45000 البواطا. هذاكم باش نعطيكم فكره نتاع المشتريات. هاي نتفكر واش الشريك ثاني سي بور سا. بون هنايا حطيناه في ليزيتاجيغ تاع الصاله، صال دو ديني، حطينا الحميس في ليزيتاجيغ تاع الصاله باسكو تبان لكم بيزار كيفاش راهي. هذو لي زيتاجير هما دايرين هكذا ملاح، كي تحطي فيهم الماء ولا يقطروا. استغفر الله، ان شاء الله برك ما نمرش، ادعوا لي برك دعوه الخير. ان شاء الله عقوبه اللي مازالوا، العقوبه عندكم ان شاء الله يا ربي. اللي حاب يتصل بالحصه 0547 37 13 52، بربوشه سهام ام ريان للاعراس. مبروك على الجميع اللي خدمنا لهم، يخلونا تعليقاتهم، تعليقات سلبية، انتقادات، تعليقات جميلة. المهم مرحبا بكم كامل،
راني شويه عيانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.